معقول اللي عم تقولي؟ يعني داني اشترى لها طوق لبنت الجنايني صالح يلي بتكون سكرتيرة عمر؟ لا مستحيل يكون هالحكي صح. شايفة اللي صار معي؟ والله شي ما بتصدق، أنا بحياتي ما توقعت هالشي. لا تواخذيني جاهدة. بصراحة بنات الجنايني أنا مو طايقتهم أبدا، ومتمنية أخلص منهم، خايفة ترجع تفوت وحدة تانية على حياتنا. مزبوط، والله هالبنات مو قلال بنوب، هنن طلعوا أخطر من ما توقعت بكتير. والله أنا قلت له لعمر هالحكي نفسه كمان. مو عرفاني شو ساوي. نحن منعرف بعضنا من نظرة واحدة، بس الرجال لا. بعدين عمر منيح خلوق، بيظن كل الناس خلوقين، ابني كتير طيوب. وهو شو رأيه؟ رأيه بالنسبة للبنات، بالأصح بالنسبة لبنت بس. شو كان اسمها؟ جوري مزبوط؟ حسيت انه عطيه أهمية أكثر من الباقية. انتبهت، هو كتير بيشفق عليها، يمكن لأنه وضع المادي مو زيادة. أنا ما بظن شفقه، والله أعلم. خلص رح تقلعنا هالمرة، إذا قلعتنا شو رح يصير فينا؟ وين بدنا نروح؟ لك شبكي أختي، ليش حتى تقلعنا؟ اهدي شوي. لك طلعت هويتك من الشنطاية، شبكي أنت؟ تمام، أنا رح أروح لعندها وبوس إيدها وأعتذر منها، هيك منيح؟ أنت مفكرة الشغلة سهلة؟ أنا شفت الحقد اللي بعيون طولي بخانم، وهالمرة غير كل مرة، وأكيد رح تقلعنا من البيت. هدول البنات لازمهم درس قاسي. توليب، انت الوحيدة هلأ اللي فيكي تعطيهم هالدرس. تذكرت، بسبب وضع جهاد الصحي انت بحاجة لهدول الخدم حواليكي، وانا مقدر هالشي، بس انت ريحي حالك، انا رح حل الموضوع. بصراحة ما كان بودي دخلك بهالمشاكل بنتي. العقد رح رجع لك اياه، بس اصبري شوي وشوفي. اهدي جوري، لك خلاص كرمال الله حاج تبكي بقى. عم قلك انا رح اروح واحكي كل شي، انتي مالك اي ذنب، انتي ما سويتي شي جوري. يلا خلاص قومي من قدام عيوني ولا تحكي معي. لك اصلا هي مستحيل تقدر تقلعنا، لانه جهاد مريض بحاجتك. انتي ما عم تفهمي شو عم احكي، مخك مسكر على الآخر. لك أنا متأكدة إنه اليوم رح تقلعنا من هون، طريقة كلامها معي والحقد اللي شفته بعيونها بيأكدوا لي هالشي، وعفرض بينا شو رح يصير. شلون بدها تعاملني وتتصرف معي؟ فهماني؟ تولي بخانو، صدقيني مالي عرفاني شو أقول. غلطت غلطة كبيرة بحقك، بس هي الغلطة لحالي عملتها. والله أختي ما لها ذنب بالقصة كلها. أنا آسفة كتير، من اليوم مو بس رح أطالع الزبالة من أوضتك، أنا رح أشتغل خدامة تحت رجليكي كمان. العقد أنا ما فهمت. هات لأحمله عنك. لا بعرف إنك مقصب مني، بس خلص والله ما رح زعل بنتك مرة تانية. خليني أقعد معك لأشرح لك شو كانت مشكلتي وليش هيك صار. عمي من شان الله اسمعني. توليب خانو عندك حق بخصوص فستان حضرتك، بس شو علاقة العقد بالموضوع هاد؟ يعني هي مسألة مختلفة. ليكي هلأ أنا ما بعرف شو حكت لك جاهدة خانم، بس هذا العقد انجاب هدية لإلي. يا بترجعي لي العقد وهلأ فورا، يا أما بقعد مع أبوكي وبحكي له عن الموضوع كله. ساعتها أبوكي رح يعرف بالسرقة اللي عملتيها حضرتك، ورح يعرف بالهدية اللي حقها أغلى من كل شي بتملكيه. أنا برأيي تعطيني العقد وبلا ما دايقك، إلا إذا إلك رأي تاني. يلا روحي جيبي يلا. بس هالطوق ليلي. يلا الخانم معها حق، إذا دري أبوكي بهالقصص
سعادة ما رح يخليك مرتاحة أبدا. جيبي. أنت كمان يا ست جوري، في إلي حديث معك بعد ما أختك تحل القصة. ست وليد، أهلا وسهلا. شوفي. ما في شيء أبدا صالح أفندي، خلص مشي الحال، ما هيك جوري؟ شو كانت عم تعمل الخانم هون؟ بنتي شوفي، صار شي بيناتكن؟ لا بابا، طالب خانم اجت لتطلب مني شي. خلص مشي الحال. لك يا ربي شو عم بيصير، وين راح؟ وين العقد؟ اكيد اخذته سيلين. شوفي بنتي عشو عم تدوري؟ هي شو اخذت سيلين؟ احكي. عم دور على ربطة شعري. حسبي الله عليكي، هلا كل هالعياط مشان ربطة شعر؟ اللي بيشوفك بفكرها مصنوعة من ألماس. بابا خالدة بعتت وراك. لكسر العظام ما بشوفها. أبوكي كان رح يكشفني. لك والله لموتها، والله. يلا اسكتي واتصلي بسيلي بسرعة. كيفك بابا؟ اهلين بنتي، بسرعة رجعي ربطة الشعر اللي اخذتيها من اختك، ولا عاد تستعيري منها شيء، بتعصب كثير بعدين. ربطة شو هي؟ الله يستر. لك ليش هيك انا حظي؟ ليش؟ يلا حاجة تبكي وتعيطي، قومي اتصلي باختك سيلين واساليها. يلا ليش عم تبكي؟ بس عاملي حالك ما بتعرفي شو القصة، مو هيك؟ اشتراتي يا شعري. سيلين اعطيني العقد بسرعة. عقد شو هاد اللي عم تسأليني عليه؟ مالك عرفانة اي عقد؟ مالك عرفانة اي عقد؟ مالك عرفانة شعيني؟ ترجعي شو جنتي انتي؟ العمى سيلين اعطيني اياه. يلا احكي بسرعة، وين مخبي العقد؟ انتي كنتي بالحمام لما طلعنا الصبح، انتي اخر وحدة طلعت، يعني اذا طلعت اخر وحدة بكون انا يلي اخذت عقدك؟ شكلك ما رح تفهمي، مشان هيك رح اقول لك انت مرتبة بركب تعطي بقى انتي وحدة مرتبة. انا واطية. لك تعي عدي بقى، عدي. سيلي اسمعيني مني، الموضوع ما فيه مزح، يلا طالع العقد تبع يولا واعطيني اياه بسرعة. ما عم صدق الحكي اللي عم اسمعه. شو انتو ما بتعرفوني؟ ما هقول اسرق عقد يولا. أنا ما عم صدق الشي اللي صار، الله لا يسامحكن. طلعت مو هي، شو رح نساوي؟ يلا قولي بسرعة، وينو العقد؟ احكي.